والموقف الثاني واحد ضرب أمه أمامي أنا وأخوي سعيد وأخوي أحمد. إيه هذا؟ ضرب أمه ضرب أعوذ بالله لا يعلم به إلا الله ما أدري إيش قالت له. تكفى يا أبو المواقف هذه والله إيه هذا ربك كسرت إيدي ويوم ضربها لأنها تقول وين أمك وين أمك عرفنا أنها أمه. أعوذ بالله والله هو نروح من غير شعور ونضربه بجلده أنا وأخوي سعيد الكبير سلم لك علي الحرام الحليم لما تعقب روح في مكان ما وضربناه أي والله يوم ضربناه تأدب الرجال الكلام هذا العصر ما جاء المغرب إلا الشرطة مسكت. تمسكني أنا وأخوي سعيد وأحمد من توقع اللي مبلغ فينا والله أنا أمه تقول ضرب ولدي الأم ما تقدر